شويه يعني مش هخرج قوي من السياق يا استاذ عبد الجواد، بس علشان كان في كده يعني مقاطع كنت عايزه حضرتك تشاهدها مشاهدها سويا. ونرجع للتعليق. اولا كان في حاجه مؤسفه جدا، وهو الاعلام اللي انتم عارفينه طبعا، المضاد للدوله والمناهض لمصر، واللي بيحاول دايما ان هو يشوه صوره مصر، وللاسف بعضهم بيحمل الجنسيه المصريه التي لا يستحقها ابدا. كل مصلحتهم المصلحه الماديه، وهم ماجورين، واحنا كلنا عارفين ان هم ماجورين. الناس دي بتتلقن بعض المصطلحات وبعض الكلام وبعض الافكار، وعشان الناس تقول لك انتوا مش عارفين الناس دي بتقول ايه، لا احنا عارفين الناس دي بتقول ايه، واحنا مش بنرد علشان احنا المفروض نرد، بس بنرد علشان احنا لازم نطرح ما يحدث ونعلق عليه. تعالوا نشوف كده اول فيديو ونرجع لكم مره ثانيه. كلما حققت مصر نجاحا دوليا زاد حقد أعدائها، فتأكد الشعب أن البلد تسير على الطريق الصحيح. بعد ساعات قليلة من نجاح مصر في تنظيم منتدى شباب العالم في نسخته الثانية بشرم الشيخ وتحقيقه الهدف المرجو منه، بل وإعلان الرئيس السيسي تحويل المنتدى لمنصة كبرى للحوار الدولي بين شباب العالم، بدأت قنوات الإخوان والقنوات المؤيدة لها في محاولة الاصطياد في الماء العكر ومحاولة دس السم في العسل للنيل من مصر، ولكن هذه المحاولات لن تنال من عزيمة المصريين في بناء بلدهم بعد أن عرف الشعب أصدقاءه وعرف أيضا أعداءه. بدأت القنوات المعادية لمصر حملة ممنهجة تستهدف من جديد النيل من مصر عبر تقارير مغلوطة تحاول فيها إظهار حرصها على مصلحة المصريين بعيدا عن الحقيقة، بل تخالف الحقيقة ذاتها التي اعترفت بها المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، حيث كشف تقرير ممارسة أداء الأعمال لعام 2019 أن مصر حققت أكبر عدد من الإصلاحات في عام منذ 10 سنوات، وثاني أكبر دولة في الإصلاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر دولة في عدد الإصلاحات في الدول العربية، واحتلت المركز 120 في التقرير على مستوى العالم، متقدمة 8 مراكز عن العام الماضي. لكن كل هذه التقارير لا تنظر لها قنوات الإخوان، وتعيد تكرار اسطوانتها المكررة حول تدخل الدولة في الاقتصاد وميزانية الجيش. خصص منتدى شباب العالم إحدى جلساته لمناقشة خطورة مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت بعنوان مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستعبد مستخدميها، كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة لدراسة مواقع التواصل إيجابية أم سلبية، وهو ما ينطبق حاليا على المواقع والقنوات المعادية لمصر التي تحاول بث الصورة السلبية لكل الإنجازات في مصر، وآخرها أزمة ارتفاع أسعار البطاطس ومحاولة للي عنق الحقيقة والمساواة بين المشروعات العملاقة التي تنجزها الدولة في كل المجالات وبين أسعار الخضر والفاكهة. ولعل الرد هذه المرة يأتي من سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، الذي أكد أن هناك تحسنا في حالة الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، وهناك توقعات بوصول معدل النمو إلى 5.5% هذا العام، مضيفا أن ارتفاع أسعار الخضروات والسلع في مصر خلال الفترة الأخيرة لا يعني ضعف الاقتصاد أو أن الوضع في مصر سيء بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات صعبة للإصلاح الاقتصادي. في المقابل غابت القنوات المعادية لمصر عن حقيقة ظاهرة لا تخطئها عين منصف حدثت في قطر الداعم والممول الأول لهذه القنوات، وهي أزمة السيول التي أغرقت البلاد لأيام متوالية وكشفت مدى سوء البنية التحتية لقطر. ده يعني فيديو واضح وصريح بيقول لنا مين هي مصر ومين هم اعدائها. ما احبش حتى ان انا اذكرهم، يعني ما احبش ان انا اتكلم عنهم. استاذ عبد الجواد، يعني فعلا اول جمله ابتدى بيها الفيديو، ودي يعني حاجه معروفه، او خلينا نقول استنتاج واضح جدا، كل ما هتنجح كل ما اعدائك هيزيدوا، وطول ما الواحد بيبقى فاشل كل ما بيبقى الناس كلها ما حدش بيتكلم عنه لا حلو ولا وحش ولا حد بيجيب سيرته.
ادي اول حاجه حصلت. فحضرتك شايف الاول بس قبل ما نروح نتداخل بقى في الاعلام بتاعهم ازاي. شفت الفيديو ده الرد على الارض يعني زي ما بنقول زي ما بيقولوا في قوات مسلحه. في الحقيقه عايز اقول ان ربنا بيرد عن مصر. يعني خلينا بس نشوف صوره كده يمكن ما ركزناش عليها. احنا كنا في منتدى شرم الشيخ قبل انطلاق المنتدى، كان يوم المسرحيه، يوم انطلاق افتتاح المسرح الاعلامي، ووقعت حادثه المنيا التي استهدفت مواطنين مصريين. في الحقيقه التعليه كانت عنيفه، وكان القصد انه هذه القصه تتحول الى فتنه جديده. ويمكن التعليه شفنا الصور اللي جت من ضحايا الحرب السوريه واتحطت على اعتبار انها للاطفال بتوع المنيا، وفكره الحكايات التي نسجت ان واحد فقد 40 واحد من اسرته، مع ان كل الذين توفاهم الله واستشهدوا كانوا رقم اقل من 10. الفكره هنا هو حاضر بالمعلومه المغلوطه وحاضر بالشائعه، لكن ربنا رد. يعني ما حدش كان عارف انه هذه القصة هتحصل، لكن وده انا بقول انه لما الناس بتجتهد وبتبقى بتعمل لصالح هذا الوطن ولصالح المواطن اللي في هذا الوطن، ربنا بيعدي القصص. صحيح. احنا كنا في المنتدى، كل القصص قائمة على فكرة الكتاب الأعمدة السبعة للراحل العظيم ميلاد حنا، وهم كانوا بيولولوا في قنواتهم، يعني معتز مطر ومحمد ناصر وعباس ابراهيم وحسنات معرفش مين وكل يعني خلينا اقول شويه كتيبه طيور الظلام اللي هم واخدينهم كده، وزي الفل، واول ما يتزنقوا في الفلوس فيقول لك خلاص احنا هنتراجع. كل دول كانوا بيولولوا، وكان المشهد في مصر وفي العالم بيتنقل ابن الراحل العظيم ميلاد حنا بيقول الكلمه، وهو الرجل المسيحي، وهو الرمز الكبير اللي بقى أيقونة هذا المنتدى. ما كناش فاهمين وما كناش عارفين، لكن ربنا بيرتب. يعني يعني دوس زي ما انت عايز. والفكرة كمان انه فكرة ماكينة الشائعات كانت شغالة على المؤتمر يعني يوميا الكتيبة الالكترونية. ده كان متوقع، احنا كنا على فكرة عارفين من قبل ما نردش. هي دي الفكرة. يعني عايز اقول انه الرد دايما ممكن ما يبقاش مواجهته باكاذيبه، لا، في الحتة التانية كان المنتدى ناجح، كان رد على الارض فعلا. كلمة ابن حفيد نيلسون مانديلا كان كل العالم خدها، الاداء اللي كان معمول، نجاح المنتدى، انا في تقدير ان ده خير ورد عليهم. لكن هم مش هيتوقفوا ده بالمناسبه، وهيألفوا حاجات تانية برضو، طرق تانية. طول ما التمويل موجود، وطول ما قطر موجوده، وطول ما في فلوس بتدفع، طول ما هو بيتكلم فلوس الحنفيه اتقفلت خلاص، ما في. وطول ما احنا بننجح، لانه احنا في الحقيقه كل ما بننجح كل ما بيزيد هذا الاداء. طيب